مديريات الأوقاف في المحافظات بدأت تتخذ الإجراءات اللي أعلنتها وزارة الأوقاف ضد أي محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية. مع قرب انتخابات مجلس النواب بدأت توجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقرارات صارمة اتخذتها وزارة الأوقاف بحظر أي أنشطة أو تجمعات في المساجد لغير الصلاة في الظروف الحالية. شددت الوزارة أن أي اجتماع لأي مرشح بالناس في المسجد هيتم التعامل معاه بحزم وقوة، لأنه غير مسموح لأي محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسمح بذلك. نفذت كمان مديريات الأوقاف حملات المرور على المساجد للتأكد من التزامها بتطبيق القرارات دي.